السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الريب ديال المحلبات اللي كيجي متماسك كيف ما كتشوفوا. ولا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي كندعوكم تشاركوا فيها بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة بشو المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي لتر ديال الحليب، ضروري يكون كامل الدسم كيف ما كتشوفوا، وعندي جوج دانون عادي يكون دانون عاقد، وعندي 5 معالق ديال السنيدة وفاني. شو طريقة التحضير؟ غناخد كاسرونة وغندير فيها الحليب، ماشي بالضرورة يكون نفس الحليب اللي درت انا، بس قدروا ديروا كل نصف لتر بوحدو حتى هو راه كيجي ناجح. غير انا توفر عندي هذا درته، وغنضيف عليه السنيدة وغادي نحرك مزيان. غنحط الحليب فوق نار مرتفعة، خاص الحليب يوصل لمرحلة الغليان بلا ما يفيض كيف ما كتشوفوا، كيبانوا فقاعات في الجوانب. صافي غادي نطفي عليه البوطة، كنحط الحليب فوق سطح العمل وكنبقى مرة كنحرك باش ما تدارش هي القشرة على الوجه، حيت فاش كنغليو الحليب المواد الدهنية كلها كتطلع الفوق، فاحنا بغينا نحتفظوا بهذوك المواد الدهنيه باش كتساعدنا في نجاح دانون المنزلي ديالنا. غنخليه فوق سطح العمل حتى يوصل درجه حراره متوسطه، ما يكونش سخون بزاف باش ما يحرقش لينا الخمائر اللي في دانون، حيت هما اللي غادي يخمروا لينا دانون المنزلي ديالنا، وما يكونش دافئ، يكون محافظ على السخونيه. ملي نجرب بالاصبع ديالي ما يحرقنيش. ردوا البال الى برد لكم الحليب ديالكم رجعوه يسخن شويه باش تنجح معكم الوصفه. غنضيف عليه الفاني، وغنضيف عليه دانون، ضروري هنايا يكون دانون عاقد. غادي نطرب الكل جيدا، غناخد الخليط ونخويه في كاس باش يسهل عليا. كيف ما كتشوفوا انا هنا خديت لاطا وفرشت فوق منها فوطه ودرت فيها كيسان، كيف ما كتشوفوا راهم كيسان قياس العنبه. خديت 7 ديال الكيسان وغادي نخوي فيهم الخليط اللي عندي.
غناخد غطاء بلاستيكي وغادي نغطي به الكيسان اللي عندي كاملين. من بعد ما غطيتهم كاملين بغطاء بلاستيكي غادي نغطيهم بفوطة. انا هنا راني مسخنة الفران، راه مازال شاعل. غادي نزيد عليه فوطة اخرى ونطفي الفران وندخل لاطا مباشرة. انا صايبته في الليل، في المدة ديال الاختمار كتبقى من 9 السوايع ل 12 ساعة، ما خصوش يفوت 12 ساعة باش ما يحمضش لكم الريب او دانون منزلي. ملي نبغي ندخل لاطا الفران ندخلها غير بشوية. فمن بعد ما بات ليلة كاملة وجدته مع 10 ديال الليل وجبته مع 10 ديال الصباح. فكيف ما كتشوفوا غادي نحلو قدامكم. كيف ما كتشوفوا باقي ما دخلنا لا الثلاجه لا والو وكيجي متماسك. غادي نرجع عليه الغطاء البلاستيكي وندخلو الثلاجه باش يبرد مدة ديال ساعتين او 3 سوايع. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجته من الثلاجة فهو كيجي على هذا الشكل، كيجي متماسك وكيجي ناجح. فهو كيبقى صحي بمكونات اللي مصايباها بايديك وعارفه اشنو فيها. وهذا هو الشكل النهائي ديال دانون منزلي او الريب منزلي. كيف ما كتشوفوا راه كيجي ناجح. كنتمنى تجربوه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تخلوا لي لايك وكومنتير وتشاركوا معايا في القناه اللي مازال ما مشاركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.